طبعا الله يحييكم وصلنا للموقع. مرحبا بالشباب. الله يسلمك. مرحبا. طبعا ليش حاطين المدخل بالشكل هذا؟ ماخذينه من نفس النخل. حلو، لان هذه يا ولد لو ما علمت المعلومه هذه لا كانت صعبه عليك. ايوه جدا. سووها سمق النخيل، سووها بالشكل هذا، قلت هذه مزرعتنا عندنا العجل. ما شاء الله تبارك الله. كم عمر المزرعه يا فارس؟ اكثر من 50 سنه. هذه المزرعه لها سنتين امتداد من 50 سنه. لا لا هم لهم في العجوه من 50 سنه. اي لهم 50 سنه. اي حلو. يا ربي سمق النخيل للعجوه، وصلنا الموقع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جوله كذا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله تبارك. الموتر ذي لي؟ لا هذه يا ربي فوز بيها، محتاج قول اللهم امين. اللهم عسى الله يبارك له. يا مرحبا يا ابن مشيط، ايش رايك في المنظر ذا؟ والله المنظر هذا نزي من اتكف. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شوف مو عشان الاعلان، مركز. شوف عشان تعرف عرفت حركه ذلك اللي يزل. يقول الله صلى الله عليه وسلم سبع تمرات عجوه لم يضر ذاك اليوم سم ولا سحر. حلوين حلوين. قعدت اقرا في الموضوع، والله مو عشان الاعلان، وحرام حرام ما يتعمد. مو عشان مجاري ابو احمد، سبع تمرات عجوه ذاك اليوم اذا اكلتها ما يضرك لا سم ولا سحر. يعني مثلا الحين السحر يجي عقد في صورة الفرق من شر النفاثات في العقد، يعقدوا لك جن يدخل فيك. حلو. حلوين. تخيل يوصل لين عندك ما يقدر يدخل، ما يشوفك. مو ما يقدر يدخل، ما يشوفك. تخيل ما يشوف. ذكر اهل العلم انه ما يشوفك. شلون طلع؟ تخيل العجوه طلع فيها ماده اسمها ماده النحاس. اذا ارتفع النحاس في الجسم، حلو، تخيل سبحان الله النحاس هذا يرفع، زايد هذا كله الملائكه سبحان الله تبدا تحفك مع اذكار الصباح والمساء. فهمت؟ يعني انت قرأت خد سبع تمرات عجوة وقرأت تذكر الصباح والمساء، تأمين شامل. تخيل انك كأنك ماخذ درع من الملائكة، هذا الدرع من الملائكة برا، زايد داخليا خلاص المادة النحاس عالية. هم ما يحبونها، ما يحبون الجن، ما يحبون السدر، المسك، العجوة. فهمت علي؟ اي تضرر ما يقدر يدخل. شوف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان في علمه امي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حكم ترى هذا، وانا كذا بس عرفت اللي توي محلك. انا لو حطيت صنفرة. تفضل تفضل حياك الله. يا عدنان الله يحييك يا بهاج، عند اخوانك جعل ربي يطول عمرك يا ابو سعد. احنا اليوم في مزارع سمق النخيل للعجوه. بس الله يبارك لكم. الله يبارك فيك يطول عمرك ويحييك. شوف يا شيخ بهاج، احنا في مزارعنا الخاصه يجينا طال عمرك تمر العجوه، ما هو واحد انواع، ولكن احنا ما نوصل عملانا الا الفاخر. هذا التمر زي ما انت شايف حشف ويابس ولا يصلح نهائيا، عرفت؟ هذا على طول حنا نستبعده، ما يوصل عملانا الشكل هذا، يوصلهم طال عمرك الفاخر الزين اللي بنصوره هنا وانت بعد شويه. جعل ربي يبارك لكم. هذا الحشف هذا على طول نستبعده، استبعدونه ولا الله. يصل للزبون. نعم ما شاء الله تبارك الله. حبيب سعد اسلم. هذا طال عمرك يا بهاج الفاخر، شايف كيف الحبه ما شاء الله تبارك كبيره وحبه سوداء ومبرومه ما شاء الله تبارك. هذا طال عمرك اللي يوصل عملانا. جعل ربي يبارك لكم. فاخره وشوف اللي هنا كيف لينه جدا ومليانه لحم ما شاء الله. اذا ما وصلك بهذا الشكل على طول طال عمرك مبلغك يرجع لك والمنتج عليك بالحلال. الله يطول اعماركم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله زلا ما فيها حيله. الله يطول. والله ما فيها حيله يا اخوان. هان الله يبارك لك. الله يجزاك خير. الله يرحب يا ابو سعد. هذه الزبده، هذه الزبده من اخوك. هذا عرض باكج الشتاء طال عمرك، يحتوي على 8 منتجات، نصف كيلو تمر العجوه الفاخر وسبع منتجات من المعمول، 2 بر، 2 دقيق ابيض، وعلبه اكليجه، و2 طال عمرك بالدخل. عرفت؟ الله تبارك. التمام منتجات هذه طال عمرك تطلع ب 179 ريال شامل الشحن والضريبه، سابقا 345، واذا استخدمت كود بهاج يصير ب 179 ريال شامل الشحن والضريبه واصل لحد بيتك. يا بلاش. ولا يخلو باكج الا فيه هديه، يا لكزس 2023، يا ايفون 15، يا قسيمه شرائيه بقيمه 40 ريال. لكزس 23. اي نعم. ولا ايفونات كم عددها؟ ايفونات عددها 20 ما شاء الله تبارك الله. ولا قسيمه شرائيه ب 40 ريال اذا شريت ثاني مره. اي نعم. سال الله يبارك. في باكج يطلع من عندنا بهاج الا وفيه هديه. انا بشارك ذي الحين، ربي يطيح في اللكزس. الكل طال عمرك فايز معه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجعل ربي يبارك لكم. الله يجزاك خير. هذا الباكج الشتاء. هذا الزبده يا اخوان. بوريكم ذي الحين المواتر والجوالات، وجعل ربي يبارك لكم. أنا ما ترديك، أنا أتكبس. سأل الله يرزقكم، سأل الله يرزقكم.
مرحبا يا راعي الطيب. ارحب. كيف حالك؟ ارحب ترحيبا المطر. والله مرحبا. حياك الله يا بحر. ساك طيب. وش علومه؟ والله انا نحبك. جعل ربي يحبك يا راعي الطيب. جعل ربي يطول عمرك. يا مرحبا. وش علوم المواتر ذي ولا؟ هذه طال عمرك يقولون مقدمين لهم طال عمرك سيارتين. هدية لمتابعي. جعل. 20 جوال ايفون. ما شاء الله تبارك الله. طال عمرك قشيم 40 اللي هي 40 ريال. 40 ريال. يا رجال حنا نبي السيارة فيها مجال تكلم الري يجي لنا. بشرب شعادة يتيم أمور مطلع أقول لك ترى أنا كذا أحبها في جامعة خلي يجيني الله الساعة الطيبة اللي جبناك والله أني أقولها ولا صار ومرحبا بك زين أنت ما نطيعني جعل ربي يطول عمرك أتخبر الظروف اللي علمت بها قبي يا مرحبا لبا والله قلبك في ذمتي أعتبر بأن طال عمرك الديرة هنا لك أخو ما يحتاج بس نهج علي والله كهو يا رعيطي جعل ربي يخليك لي ومرحبا بك في ذمتي طبعا هذه المواتر اللي تكلمنا عنها عسى الله يرزقكم من واسع فضله والربعنا يصورون الايفونات الايفونات لا يحتاج يصورها خابرينها 20 ايفون 15 وموترين كيف تدخل السحب تشري الباكج اللي شرحناها قبيل ويحطونك في السحب على موترين و20 جوال وقسيمه ب40 ريال أسأل الله في هذه الساعة أن الله يرزقكم وجعل المواتر ذي ما تروح إلا الواحد يستاهلها بإذن اللي ما تنام عين وأيضا الآيفونات الله يبارك لكم ارفعوا الشاشة